حصلت يعني حادثة مؤسفة يعني الحقيقة، لأنه 4 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بعد قيام مجهولين بطعنهم عدة طعنات نافذة، مش بس كده كمان لكن ولعوا في الشقة. نعرف تفاصيل أكتر وإزاي طبعا التحريات أو أجهزة الأمن بتتابع هذه المسألة للكشف عن غموض هذا الحادث. معانا على تليفون سيادة اللواء ناصر العبد، مدير أمن اسكندرية، مدير مباحث اسكندرية، عفوا سيادة اللواء أمين عز الدين. سيادة اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ نور. مساء النور يا فندم. سيادة اللواء ادينا تفاصيل عن الحادثه دي، وهل يعني وصلتوا لاي حد مشتبه فيه حتى اللحظه؟ والله طبعا زي ما قلت حضرتك في البدايه، الجريمه شكلا طبعا جريمه مؤسفه وشرسه وفيها كل شيء، طبعا اثارت فزع في المنطقه بالنسبه للسكان. لكن موضوعا الحمد لله بطمن حضرتك ومشاهدينا انها بعيده تماما عن اي فتنه طائفيه او حتى يمكن بعيد عن السرقه، هي كلها دلائل والمعاينه المبدئيه وصلنا فيها انها فعلا جريمه انتقاميه، جنايه ايضا وليس جريمه سياسيه ايضا في انتقاميه زي ما بعض المواقع كتبت. لا الحمد لله احنا في خيوط دلوقتي ماشيين فيها ان شاء الله توصلنا للجاني. احنا لما يعني كان في مثلا محاوله اقتحام للشقه، كان في سرقه. لما انا هقول لحضرتك هو يمكن جالنا البلاغ الساعه 9:30 النهارده، وجود حريق في 2 شارع المعز الابراهيميه تبع دايره اسم الشرقي. انتقلت الحمايه المدنيه واتعاملت مع الحريق وتم اخماده، وعقب الاخماد داخل الشقه تبين وجود 4 جثث، الزوجه وبجوارها نجلها عنده 6 سنين اسمه ميشيل جنبها على السرير، واخت الزوج في اوضه لوحدها برضه مذبوحه على السرير، والزوج مطعون ومذبوح واقع على الارض في اوضه ثالثه، وكلهم جميعا فيهم جرح ذبح في الرقبه. وده الدلائل ايضا بتدل ان الجاني او الجناء استخدموا الحريق في الشقه لاخفاء المعالم واخفاء اثار لهم او اي حاجه توصلنا لهم عن طريق مثلا المجني عليهم، لان كده يبقى عارفينهم. وخاصه ان من معاينه تبان ان الدخول دخول شرعي ومشروع عن طريق الباب، يعني كان موجود معاهم جوه، يعني معروف ليهم، يعني تمام كده حضرتك معروف ليهم، فبالتالي تخلص منهم جميعا، حتى الطفل اللي عنده 6 سنين تخلص منه عشان ما يقولش مين اللي كان موجود. وده طبعا الخطوط اللي احنا ماشيين فيها حاليا الحمد لله خطوط كويسه جدا، هنكشف عن غموض هذه الجريمه البشعه اللي اثارت النهارده الذعر واثارت حفيظ الجميع المقيمين في اسكندريه باذن الله قريبا جدا لتحديد الجاني او الجناية. سيادة اللواء سؤال اخير معلش وتعليق سريع من حضرتك، لانه البعض دلوقتي طبعا احنا مقدرين والله جدا الدور اللي انتوا بتقوموا بيه ويعني كل اللي بيحصل في البلد يعني على كتفكم، انه الامن السياسي او اللي بيحصل في الشارع المصري دلوقتي خلى متابعه الامن الجنائي او وقائع الخطف والقتل ممكن يكون يعني الجهد مش مبذول فيها كبير بعض الشيء. رد حضرتك ايه او تعليقك يا فندم؟ ارد بالمجهود اللي حصل النهارده في اسكندريه بالرغم الجريمه اللي عندنا واللي احنا موجودين فيه، احنا ظابطين لغايه دلوقتي اكتر من 8 قطع سلاح، ظابطين 0.5 كيلو بودره مع احد تجار المخدرات، ظابطين والاهم من ذلك حكم اعدام خاص بالزقازيق في الشرقيه على احد المتهمين في قضيه قتل، النهارده ضباط تنفيذ الاحكام تم ضبطه، ضبط محكوم عليه بالاعدام تبع الزقازيق. ده الرد اللي حضرتك بتقوله، ان فعلا عمر الامن الجنائي ده بنسيبه، ده شغلنا مفهوم. لكن في نفس الطريق وفي نفس الموازي ليه الامن السياسي، الاثنين احنا شغالين فيهم والاثنين لا نفصلهم عن بعض. شغلنا في الجناية الحمد لله واضح، ما بنسيبش المواطنين ولا نسيب اي جريمه تحدث، وحتى القضيه اللي احنا فيها حضرتك دي قضيه جنائيه وليس سياسيه زي ما البعض بيقول، الحمد لله قضيه جنائيه ولو رغم بشاعتها لكن ان شاء الله هنجيبها، والامن السياسي ايضا موجود سواء مظاهرات او الخروج عن الشرعيه في مظاهرات بيتم. شكرا يا فندم وربنا يوفقكم ويعينكم باذن الله. سياده اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.